مرحبا اصدقائي، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات حربية اسطورية للتاون هول ليفل 13. وبهذه المخططات بدنا نشوف افكار حلوة كتير يا غوالي. يعني في هيك شوية اختلاف اليوم بالمخططات. بالعادي بتكون الخطة غالبا مدفعة نصر والتاون هول، اليوم يعني بدنا نشوف بعض منين افكار حلوة وجديدة، وهيك في اختلاف شوية راح يكون. ولا تنسوا انه رابط النسخ تلاقوها تحت كلها بالوصف، فاي مخطط بيعجبك يا صديقي منين بس كبس على رابط النسخ تبعه، وبالنسخة عندك بلعبة كلاش اوف كلانز من دون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المخطط. لا تنسى تحط لايك للفيديو يا صديقي مشان اعرف عدد الاشخاص اللي بيهتموا بهالنوع من الفيديوهات والمخططات، لانه انا كثير هلا ما انشر مخططات بهاي الفترة. يعني انا هسه بعد فترة معينة، يعني بعد شي اسبوعين او هيك شي بكون فضيت تماما، بعدين بقدر نزل فيديوهات على راحتي يا اساطير. وكمان اشترك بالقناة يا صديقي اذا ما انك مشترك مشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، لان بنزل عن هالمواضيع كثير بعرف انها بتم المتابعين. مثل ما انكم شايفين عنا هون المخطط رقم واحد، وبهذا المخطط الشيء الجديد يعني معنا خطة مدفعية نصر والتاون هول. هون عنا التاون هول مدفعية نصر بالمنتصف مثل ما انكم شايفين. اوف وين طرنا. مثل ما انكم شايفين في خطة دفاعية قوية كثير. هون عنا كمان الاعصار واللي هو قريب صار على التاون هول، بحيث اذا هجمولك من هون يا صديقي لاحظ لها المنطقة هذه الحماية الهاي اللي فيها اربع ابطال، يعني الابطال كلهم مثل ما انك شايف اربعة تيسلا، شيء مدمر بمعنى الكلمة. يعني لاحظ لهون كمان ابراج القنابل اكسبو، هاي المنطقة مميتة. يعني ما بعرف الصراحة شو بدي اقلكم، الدفاع بهاي الارض خارق للطبيعة. عندك هون يا صديقي حتى اذا فكرت انت انك تهجم مشان تدمر مدفعية نصر، فبكون هذا الكناس لك بالمرصاد. يعني مثل ما انك شايف هون عندنا كمان دفاعات قوية، بس هوني المنطقة المميتة بالموضوع. يعني انت مثلا لنفرض بدك تهجم من هون من عند مدفعية النصر، مشان بتقول هيك بينك وبين حالك انه بدمر مدفعية نصر وبطحش على التاون هول بدمره، بس انت يعني ما بتتوقع تكون هاي المنطقة قوية لهالدرجة تدميرين هيك سوا. يعني الابطال والتسلا شيء كتير صعب، اصلا تدمير التسلا لحاله شيء شبه يعني مستحيل بعدد جيش قليل، فكيف انت اسا بدك تدمر كل هالشغلات سوا وعندك اكسبو وهيك وافخاخ. يعني هاي المنطقة انت هون بدها تفشل هجمتك عندها، انه هي بحال انك انت هجمت من هون هو احسن شيء بتعمله، مشان كمان ما تأهمل مدفعية نصر، لانه اذا اهملتها بتصير تضرب لك جنودك وبتنتهي هجمتك. فبالتالي انت كمان كنت هيك اهملت هاي المنطقة يعني لما قررت انك تهجم من هون، فبالتالي فشلت هجمتك. يعني لما بيوصل جيشك على المنطقة خلاص انت بتقدر تجيب ثالث نجمة يا صديقي ابدا ابدا، واللي هي لمسح الارض. يعني لانه انت يعني ممكن تجيب نجمة تاون هون بحال هجمت من هون او هيك شيء وال 50%، بس انك تجيب 100% هون الشيء الصعب بسبب هاي المنطقة. هذا المخطط كثير حلو وفي فكرة حلوة كثير مثل ما شفنا. المخطط رقم 2 مثل ما كنا شايفين بذكرنا بالمخططات يعني اللي بنعرفها مثل ايام زمان. مثل ما كنا شايفين هون عندنا خطه مدفعيه نصر والتاون هول، هون عندنا مدفعيه نصر بحيث انت يا صديقي اذا هجمت من عندها فبتكون بعدت عن التاون هول وراحت عليك النجمه تبعت التاون هول، لانه مثل ما انك شايف يعني هسه بدك تكسر كل الدفاعات وهيك لتوصل عند التاون هول بيكونوا جنودك انتهوا، عندك الكناس ما يشتغل عكسك من هي الجهه وما يشتغل عكسك كمان من عند التاون هول، لانه لنفرض انت فكرت تهجم من عند التاون هول فبهالحاله انت بتكون بعدت عن مدفعيه نصر، وبالتالي مدفعيه نصر بتضل تضرب لك جنودك لحتى تنهي لك جيشك. بس الشيء الحلو بهذا التصميم والمختلف واللي هو انه مدفعيه نصر محميه بخمسة تسلا، وهذول يعني الافخاخ الاقوى بالارض مثل ما انك شايف يا صديقي، واجتماعا مع بعض يعني الشيء مدمر بيكون. فعندك هذول الخمسة تسلا ما يحموا مدفعية نصر. ان انت اذا مثلا هيك انه فكرت انك تهجم من مدفعية نصر لنفرض بآلة حصار، فبالتالي بيطلعوا لك هذول الخمسة تسلا او مثلا بمجموعة جنود معينين، فيعني هذول الخمسة تسلا بيدمروا لك اياهن. انه ما راح يكون شيء سهل انك تتعامل معهم باي شكل من الاشكال، بدك تصرف عدد من جيشك اجباري لحتى تدمره هون مثلا لمدفعية نصر وتكفي هجمتك الرئيسية من عند التاون هول او من عند اي جهة. يعني بس احسن شيء يكون من عند التاون هول. وهسه كمان بيجيك الهم الثالث واللي هو مسح الارض، الارض كتير كبيرة والتصميم منتشر فلهيك بيكون شيء صعب كتير. Can
المخطط رقم 3 مثل ما كنت شايفين يا خوال نفس المخطط رقم 2 تماما، لهيك انا ما راح اشرح كثير عن هذا المخطط. الفكرة انه هو بس بغير جهة، يعني هونيك كان عنا المدفعية نصر هون والتاون هول هونيكي، هلق هون صايرة التاون هول وهونيك مدفعية نصر، ولكن هو يعني نفس المخطط حتى منتشر، يعني في شوية اختلاف بالدفاعات يعني هي الشيء مؤكد، بس نفس الفكرة تماما. فلكن ما راح نحكي عن المخطط رقم 3 كثير. المخطط رقم 4 كمان في تشابه، انه في خطة مدفعية نصر والتاون هول كمان بهذا المخطط، مثله مثل المخطط رقم 3 ومثل المخطط رقم 2، بس مثل ما كنت شايفين تسلا هون صارين بالمنتصف، صايرة المنطقة الخطيرة بالمنتصف يا صديقي بهذا التصميم مثل ما انك شايف، التسلا بالاضافة لهالافخاخ هدول شيء مرعب يعني للامانة، مثل ما انك شايف تدميرهم شيء كتير صعب، غير انه اسا في دفاعات ما يحوطوين وهن نفس التسلا ما يحموا هالدفاعات، ان الشيء صعب كتير. ما بعرف الصراحة شو بدي احكي، مثل ما انك شايف يعني هوني انت بتهجم وبتدمر التاون هول مدفعية نصر، بتفكر هجمتك مثلا ما تمشي، عرفت كيف؟ انه انت والله حطيت شوية جنود هون وكفيت هجمتك من هون لنفرط، فبالتالي انت هجمتك ما تمشي، بيطلعوا لك هدول يعني ما بعرف بدمروك، يعني ما بعرف شو بيعملوا فيه صراحة. هذا كتير قوايا تجمع التسلا هيك، يعني مستحيل تنفذ منين وتدمرين الا ما يكون رايح ربع جيشك، هي بحال كان الهجمي ممتاز وما تمشي منيح، فبالتالي تنزع لك التسلا كل هجمتك هذون الفخ المميت هذا، يعني اللي هو كتير خطير وانت اصلا ما انك قادر تشوفه، فلهيك يعني بتتلبك وبتفوت بالحيط. وعندك هون كمان يا صديقي الدفاعات انت محسب تحسب على الطرف، فانت بعد ابي مرقوا جيشك من هون، فبيكونوا يعني عدد جنودك كتير قلال واصلا مو كافيين انه يمسحوا بقية الارض ويكفوا عليها، يعني لا ان كان من ناحية الوقت لا ان كان من ناحية الدفاعات، لانه اصلا جيشك ينقص عدد كتير يعني بشكل مو طبيعي بسبب هذا الفخ، وانا متأكد انه اصلا ما فين ينفذوا من هذا الفخ يعني بسلام. تخيل مثلا هجمتك جوي وانت مارك من هون، لاحظ لي هون عدد الافخاخ الجوي كأنك مسكت كل افخاخ الارض وضربوا فيك دفعة واحدة، او حتى يعني لو كنت انت مثلا ما تهجم هجمة ارضية لنفرض، مع انه فالتاون هول ابي هجموا هجمات ارضية يعني كتير، بس يعني لنفرض. فبالتالي التسلا بيكونوا كمان لك بالمرصاد، وعندك هون قنابل وعندك القلابة، ما انك خالص بالحالتين. مخطط رقم 5 مثل ما كنتم شايفين هذا المخطط يعني من النوع المألوف، انه هيك في خطة مدفعية نصر والتاون هول كمان، وما فيها المسافة الكبيرة بيناتهم، كل وحدة بجهة مثل ما كنتم شايفين. بس الشيء هوني الحلو شوي بالموضوع انه عندك يا صديقي تجمع هالثلاث ابطال هوني، هي الشيء انا اللي عجبني بهذا المخطط، انه منطقة المنتصف الفيصل بين التاون هول ومدفعية نصر، يعني الشيء حلو كتير. بس هون ما فهمت انا انه ليش هون تركين هالفرغة مثلا، يعني فانت يا صديقي بحال بدك تستعمل هيك مخطط نجيب الحجرة هي هيك شوي، فبحال يعني انه ما يصير عندك هالفرغة، عرفت كيف؟ يعني ما بعرف الصراحة اذا هي الا داعي او هيك، بس ابظن انا انه الا داعي، يعني اكيد اي شيء هيك واصلا انت مانك حطت افخاخ عندي يعني ما راح يكون شيء كويس لك يا صديقي. عندك هون كمان التسلا، حركة التسلا حلوة، بس مثل ما قلت لكم يعني هذا التصميم بشكل عام حلو، بس انه ركزوا على هي الفرغة، يعني ما بعرف ليش هوني متروكي الصراحة، فيعني انت فيكم تعدلوا عليها. وانا الصراحه انا بحب كتير هالمخططات، انه عجبتني الافكار اللي فيه، وكمان عجبني المخطط رقم 1 فكرته الجديده ومنطقته الخطيره هذيك، للامانه تصميم قوي كتير، انه حسيت هيك انه هذا المخطط فيه فكره جديده وحلوه، فلا قلت ليش ابصور عنه. وهذول المخططات البقيه فيه افكار نحن بنعرفهم من قبل بس معدلين عليه وعاملين حركات كمان ونقط مميتي بهي المخططات، وهي الشيء الحلو بالموضوع. انت يا صديقي بالنهايه لا تحكم اي مخطط مني، لازم يكون يعني ارضك انه شبه ماكس او ماكس، لانه فرضوا تعطيك المخطط شي 3 هجمات لتكون عادل بالحكم علي، انه انت قادر كمان تعدل اي مخطط بدك اياه، يعني اذا كان عندك المهاره اللازمه للتعديل عليه فبيصير مخططك اقوى اقوى، وهي الشيء اكيد لصالحك. بس اصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى كنا عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.